الصرف الصحي والغاز والمشرب البحري ده هو عاوزين يردموه عشان يعملوا فيه بوصلة وبريد وحدة صحية ودمعتك للفلاحين كماوي. بقى في يعني حدا وحدة صحية للبلد قريبة يعني بدل ما تبقى بعيد علينا في الليل تبقى ساعات عن تبقى واحدة كنت تعبان وكده ما هبقاش منه ما يوصل ما في شيء بعيدة علينا عز وحدة صحية تبقى حدا قريبة لينا برضو تتطور تبقى للأحسن برضو. حتى المدرسة برضو تعبانة يعني دي مؤجرة المدرسة دي ما فيهاش مدرسة عددية ما فيهاش ثانوية ما فيهاش بريد ما فيهاش نادي شباب ما فيهاش مساكن شعبية ما فيهاش صرف صحي ما فيهاش غاز جمعية محرومة من كله. عاوزين وحدة صحية تخدم البلد عاوزين مستشفى مدرسة أي حاجة يعني البلد دي ما فيهاش أي حاجة كده ما فيهاش أي استخدام للناس الفقراء دي الناس فقراء خالص. صرف صحي طبعا ويا ريت يكون في غاز. الاسفلت في الشوارع عندنا شوارع هنا المشكله فيها مطبات جامده عايزه تتسوى عايزه اسفلت. الرئيس ما نسيش حاجه فاكر كل حاجه في مصر عاوز يعمل كل حاجه جميله في مصر واحنا نتمنى ان هو يضع قريتنا في هذا النموذج الجميل. طبعا نشكر الرئيس لانه هو يعيشنا حياه كريمه بيظبط هنا بلادنا بينقل البلد من نقله اجتماعيه خالص.